Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne cuisine marocaine chez Chiouette Recette Rapide. Aujourd'hui, je vais réaliser un cake aux poires facile et très délicieux. Salam alaikum, marhaba bikoum maya min jadid fi qanat cuisine marocaine Chiouette Recette Rapide. Maakoum Khadija. Lyoum qtarhta likoum كيك بالإيجاس ساهل التحضير ولكن تجي بنين بزاف. شوفوا معا المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. ناخذ واحد جبانية ونوضع فيها أربعة البيضات بدرجة حرارة المطبخ. هذا الكيك تيجي رائع في المذاق البنات. نقدروا نحضروا يعني جميع انواع ديال الفواكه اللي تنحبوا كيف الإيجاس، الاناناس، التفاح، البنان، كيوي. تختاروا الفاكهة اللي حبيتوا وتحضروا الكيك بنفس المقادير، الاختيار تبقى لكم. من بعد غنضيفوا جوج ملاعق كبار ديال السكر مع قبسة ملح، كيس سكر فانيلا، ونطربوا الخليط جيدا بالفوي باليد ولا بالباتور، يعني نفس النتيجة. ونضيفوا نصف كأس ديال الزيت، تقريبا 60 سنتيلتر ديال الزيت، مع استمرار الخلط جيدا. ونضيفوا ياغورت طبيعي، يمكن لينا نضيفوا ياغورت بنكهة الفانيلا ولا الإيجاس. نستمر دائما في الخلط. من بعد غادي نضيفو الدقيق، تقريبا 200 غرام ديال الدقيق الأبيض، ما يعادل جوج كؤوس ديال العنبة ديال الدقيق الأبيض، مع ملعقة كبيرة ديال الخميرة ديال الحلويات. ضروري منغربلو الدقيق باش نحصلوا على كيك تكون خفيف ومنسجم في المقادير ديالو. نكملوا دائما بالخلط، نجمعوا الدقيق، تنحصلوا على خليط ما تكونش سائل بزاف، تكون شويه خاتر. تناخذوا واحد المول، ضروري ما ندهنوه اما بالزبده ونرشوا ليه الدقيق، ولا نوضعوا الورق الغذائي بابي سلفيغيزي باش ما يلصقش لينا الكيك في المول. كيف ما تتشوفوا معايا الخليط ما تيكونش ثقيل، تنحصلوا على هذه النتيجه. دائما الكيك تيكون خفيف، ما تيكونش فيه بزاف الدقيق باش ما يجيناش قاصح، حتى في المذاق وفي الطراوة ديال الكيك تيكون ناشف بزاف. يعني خصنا نحترمو المقادير كيف ما هي بالنسبة للكيك.
ندوزو نقشرو الإيجاص، نحيدو القشرة ونحيدو البذور. جوج إيجاصات كافين باش نحضرو كيك مستطيل، لكن غنحضرو الكيك في المول دائري ضروري، ما نحتاجو ثلاثة ديال الإيجاصات. من بعد نوضعو نصف إيجاص داخل المول فوق الخليط ديال الكيك. انا احتاجت 3 ديال انصاص ديال الإيجاص بهالطريقة، كافي لمول مستطيل تيكون صغير. غادي ندخلو الفرن 180 درجة لمدة 45 دقيقة، من بعد غنحصلوا على كيك ديال الإيجاص رائع المذاق. كيف ما تتشوفوا راه هو بنين بنين بزاف لشرب الشاي ولا القهوة بالصحة والراحة. كيف ما تتشوفوا جا زوين، تيبانوا أنصاص ديال الإيجاص والكيك جا يعني مهوي خفيف رطب. المذاق ديال الكيك تقريبا نقولوا مذاق بحال فيه قشور الحامض، بالعكس ما درناش قشور الحامض، ولكن الايجاص مذاقه ملي تيكون طيب تعطينا يعني ديك النكهه ديال الحامض. ولعشاق الحامض يمكن ليكم تكتفيوا بقشور الحامض، تقريبا نصف ملعقه صغيره ديال قشور الحامض، وتزولوا السكر فاني تيجي الكيك تا هو زوين. مذاق الحامض والايجاص تيكون رائع بالصحه والراحه مره اخرى. كيف ما قلت لكم الاخوات ومشاهدين قناه كوزين ماروكان شيوات غوسيت رابيد، الكيك تقدروا تعملوه بالفواكه، عده فواكه، تختاروا الفاكهه اللي حبيتوا توجدوا بها كيك الفواكه، تيجي غزال وطري. شوفوا معايا جا منظر رائع والمذاق هائل تشهي. انا راه ذقت منه حقيقه، راه زوين بزاف لذيذ، ما شهيتكم فيه. تنتمنى انكم تجربوه وتتوما وتحضروه في مول دائري. تتصبوا الخليط وتوضعوا انصاص ديال الايجاص على شكل دائرة، تدخلوا الفران دائما 180 درجة لمدة 45 دقيقة. من بعد خروج ديالو من الفرن تتزينو بسكر كلاصي من الفوق، تيجي رائع كذلك. وتنشكركم دائما دائما على التشجيعات ديالكم، الاشتراكات واللايكات والتعاليق الزوينه باش نزيدوا القدام بهذه القناه. واقتراحات ديالكم تتهمني، يعني اللي بغى شي وصفه نحضرها يقول لي ويكتب لي في الكومونتير، انا تحت الاشاره نوجد لكم الوصفه اللي تطلبوا ان شاء الله. نقول لكم السلام عليكم، وفي الحلقه القادمه ان شاء الله نتلاقاو. N'hésitez pas de s'abonner à ma chaîne Cuisine Marocaine Chiouette Recette Rapide, likez et commentez, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.